مواصلة لزيارة الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم 25 جويلية 2017 بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشر. استهلت الزيارة من القاعدة الجوية برجان، أين تابع السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمعية اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة عرضا شاملا حول هذه القاعدة الجوية الهامة، ليلتقي بعد ذلك بإطارات القاعدة وأفرادها، حيث هنأهم بهذا الإنجاز العسكري الهام، حاثا إياهم على الحفاظ على هذا المكسب الحيوي الذي تدعمت به قواتنا الجوية. اللقاء كالعادة كان فرصة للسيد الفريق لتقديم التوجيهات للإطارات وحثهم على مضاعفة الجهود والالتزام بمبادئ جيشنا وقيم أمتنا. أنأكد عليكم كمسؤول بالدرجة الأولى، تمركم أبنائنا ونحترمكم ونوفر لكم جميع الإمكانيات والشروط، لكن انتم بدوركم كان حاجة تحطوها بدرايكم ليه؟ هو الجزائر. لازم تحملوها في قلوبكم وفي ضميركم وفي دمكم فعلا مش بس قولا. المحطة الثانية من زيارة السيد الفريق كانت القطاع العملياتي جنوب تندوف، أين التقى بإطارات وأفراد وحدات القطاع وممثلي مختلف المصالح الأمنية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد من خلالها على أهمية التحسين المستمر للتكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بلوغ أعلى درجات الجاهزية والاحترافية والتفوق. اللقاء كان فرصة للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لتذكير الأفراد والإطارات بضرورة الالتزام بالمبادئ والأخلاق السامية والتقيد بالقيم العليا لجيشنا الوطني الشعبي الموروثة عن سليله جيش التحرير الوطني. الجيش اليوم جيش وطني شعبي، فرض وجوده بالعمل، فرض وجوده بالإخلاص، فرض وجوده بالإيمان، فرض وجوده بتاريخه بجميع المراحل اللي فات عليها. في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة أشرف السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على انطلاق مجريات تنفيذ المرحلة الأولى من التمرين البياني المركب بالرمايات الحقيقية وبالذخيرة الحية مجد 2017. هذا التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من المعركة الحقيقية وتم بنجاح كبير بمشاركة العديد من الوحدات البرية والجوية التابعة للناحية العسكرية الثالثة، وهو التمرين الذي يهدف إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة لها بالدقة والفاعلية المطلوبة. بميدان الرمي والمناورات بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحل التمرين، حيث أظهرت الوحدات المشاركة مستوى تكتيكي وعملياتي عال يعكس جدية القادة والأركان في التنظيم والإعداد والتخطيط، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، وكذا مهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة وكذا التجهيزات الموضوعة في الخدمة. وهو
وما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها فاعلية الرمايات وكثافة النيران والدقة المتناهية في تدمير الأهداف المعادية المفترضة. في نهاية المرحلة الأولى من التمرين التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المشاركة مهنئا إياهم على الجهود التي بذلوها طوال سنة من العمل الجدي والمتواصل، وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذه المرحلة الهامة من التمرين البياني الذي كلل بالنجاح التام. وحرصا منه على التواصل المباشر مع الأفراد، كان للسيد الفريق على هامش الزيارة لقاءات مع أفراد وإطارات مختلف الوحدات، حيث استمع إلى انشغالاتهم وعاين عن قرب ظروف معيشتهم. في اليوم الثالث من زيارته الميدانية العملية إلى الناحية العسكرية الثالثة، أشرف السيد الفريق على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب مجد 2017.
بداية وبمقر الناحية العسكرية الثالثة، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، وقف السيد الفريق رفقة قائد الناحية العسكرية الثالثة وقفة ترحم على روح الشهيد الرمز مصطفى بنبلعيد، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار. لا يخفى لك أبدا، أنت نسوي شو هذا، مهما كانت تقلبات ومهما كانت الظروف، لسان الإطار الكف والإطار المخلص والإطار الوعي متمسك بلاده مهما كانت متزعزعش، يبقى مستقيم ويدافع عن بلاده مهما كانت الظروف. إن ربي سبحانه وتعالى كان في كل إنسان لما يخدع على البلاد هذه، بلاد جدودنا، بلاد ملايين من الشهداء. نديم نتكلم مع ابنائنا وبناتنا ونقول لنا الجزائر في يد أمنة. قام سيد الفريق بتفقد بعض المرافق الإدارية والرياضية على غرار المسبح الأولمبي للناحية العسكرية الثالثة المنجز حديثا والمؤهل لاحتضان البطولات الجهوية والوطنية وحتى الدولية، إثر ذلك تابع السيد الفريق عرضا قدمه اللواء قائد الفرقة 40 مشاة ميكانيكية حول الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من التمرين البياني مجد 2017 ومختلف مراحل تسلسل الأعمال القتالية التي ستنفذها وحدات الفرقة مدعومة بتشكيلات من مختلف الأسلحة والقوات البرية والجوية. على مستوى ميدان الرمي والمناورات للفرقة، تابع السيد الفريق جميع أطوار التمرين الذي تم تنفيذه باحترافية عالية عبرت بصدق على الالتزام بمبدأ المحافظة الدائمة على الجاهزية العملياتية للوحدات التي جسدها التنسيق المحكم بين التشكيلات القتالية المشاركة واحترام تسلسل الخطة الموضوعة، وهو ما جسدته الفاعلية في تنفيذ الرمايات والدقة المتناهية في إصابة الأهداف. وما يعكس الجدية في الإعداد والتخطيط لمختلف الأعمال القتالية على مدى سنة كاملة من التحضير القتالي المتواصل، وهو دليل على وعي جميع الإطارات والأفراد بمدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة بالخصوص في الاستعداد الدائم واللامحدود للقيام بمهامهم النبيلة وواجبهم المقدس دفاعا عن سيادة الجزائر واستقرارها ووحدتها. You help me.
إنهم يتقدمون مندفعين كالسيد الزيار. إنهم يجلسون على الأهداف المعادية، يقصفون الحد الأمامي المعادي. قد فهمهم بكل احتياطية عادية. ميزتهم بعدها تم إجراء تقييم موضوعي لمجريات هذه المرحلة من التمرين من طرف السيد الفريق الذي يحرص دوما على الالتقاء بالإطارات والأفراد المنفذين ميدانيا ليهنئهم على الروح القتالية العالية التي أبانوا عنها والتي ظهرت جلية للعيان خلال القيام بمختلف المهام المسندة إليهم. ودائما أقولها بدون تحفظ، الجزائر عندها جيش محترف، جيش واعي، جيش خزان تاع التجارب، وجزائر صبحت بدون شك سوزو كان دوت. دائما نقولها الجزائر في يد امنه. اليوم جيش صبح محترف بتجهيزاته وبالتحكم في التكنولوجيا الاخيره، وهذا بشر بالخير. جيش اللي قاموا الواجب تاعهم، وجيش احترافي، وجيش ضامن وحدة الشعب، ويدافع عن السيادة الوطنية وسلام التراب الوطني. أكبر كنز اللي نقدر نفتخروا به، والشعب بكل صراحة يفتخر بكم ويشكر في الجيش تاعو. كلمة من ربي يوفقكم وربي يحفظكم من البلاد هذه. السيد الفريق استمع بعد ذلك إلى تدخلات وانشغالات أفراد الناحية وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية الذين جددوا استعدادهم المستمر للقيام بمهامهم النبي عليهم الواجب الوطني وتفرضه قوانين الجمهورية لمواجهة كل من تسول له نفسه التربص بالجزائر وشعبها. سيادة الفريق، نحن على قناعة بأن الجزائر اليوم ببطلكم وبفضل مخلصها من أفراد الجيش الوطني الشعبي ستكون بخير ولن نرضى لها غير الخير. نعايدكم سيادة الملك، يا من قدمتم أروع التضحيات، إننا موجودون لتلبية ندائك في كل مكان وزمان، لن نترك رايتنا، ستبقى تربرب بربوع الوطن بكل الجبهات. نحن أبناء كمقاتلي فرقة الأربعون شد ميكانيكية، أغصان تلك الشجرة الطيبة التي تتغذى جذورها من مبادئ وروح نوفمبر خالدة. جاهزون، أقول جاهزون، لنقدم كل غال ونفيس، وفخورون كل الفخر بما حققتموه وأنجزتموه، فقد رسختم بذلك مجد الشهداء وأكملتم توصيتهم التي أقر بها بيان نوفمبر وتعاليم ثورتنا المجيدة. حماك الله يا وطني شعبا أبيا وجيشا فتيا، وارتقى علمك دوما في شموخ وفي سمو وفي علو. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والتحية الجزائر. إن إشراف السيد الفريق على تنفيذ مثل هذه التمارين البيانية يؤكد حرصه الشخصي على متابعة مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي الذي يتوج نهاية كل سنة تدريبية بإجراء تمارين اختبارية تهدف إلى الرفع الدائم من جاهزية وحداتنا من خلال التطوير المستمر للقدرات القتالية للإطارات والأفراد.